اللهم وفقنا لما تحب وترضاه انك على كل شيء قدير. اخواني سيده لو شهيبا وحنعاود ان شاء الله سبحانه وتعالى كان لنا عقد الزواج ايوه اركانتا وليه عقد قاسي انت انا مركب موضوع الضيق لي وعرب انا الكبرى الجيو وعاو صوص كليس الموضوع وان شاء الله سبحانه وتعالى ان انا مكالمة مسألة مسألة سوء عن عادي اهين ومسألة نقوم بالعرب مسافرة تبكى ايو يغانا انت وضع بضان مسألة سنتي وحياة بضان هو أن سلاحين بعد السؤال الحقيقي السيارة بضان وعي سنعين وعلى قدقائي وحن رمنا إن شاء الله ونا سفي عن أبايا من أبعد إن هدي الله سبحانه وتعالى وإن وحن رمنا كورتا إن سفي عن أولا سعطان ووركا لأن هاي سفي عن فهمتان وعلى لك تضغطا إن هذا الله 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 يأيي وحيابا لليه هاي أي سكلة أفهمها أو سكلة أي وقاتها وهذا هو حياة أول شيء الشيخ مركة وحالة بابا القدر قصتها أن تلو استعيني ميش قصتها أن كور رمي وحي عن الرحمة إن نقول أبو حسيفي عن شاء الله ونفهم وصفة عن ورصة الله تاسبو حوية وواسعة الوشين من ذكالة عرفتة عبدك أما قولك هريتان كيسي بنتين تيسو علينا هذا أدب وي شريعة الإسلام كويات كيسي شروط با الله يلي أركان با الله يلي وعسيدة الله وقت كيني أنا وحاوي ومسائل يا المهمة بلوها حدي ما تخلق بلوها وقف كي مسلم كاهي وقويس كيسانا يي أما غير كي يلي عقد جاسو خلق كبيرو وآهي محمد كلا لأهي هذا عزو مركز يعني وحدة لليهو إيمان ملك استيلو كده ما يستريني هاي أو إن عبد الله بس حي أيا الله بحي نعكس تاني بس حي هاي أيا الله بحي وعن شاء الله سبحانه وتعالى مركان دول مريضونا هدي إلى سبحانه وتعالى ولا لا كان تقولي هاي عرض مركان دوني سيدنا الله بورسيد أما دوني سيدنا الله بورسيد عقد جا بوركاس لحرة يو أركان تقول دكان أو علماء الإسلام كأي بتشي يا دلالة يا هماس أيا إن شاء الله ربنا عندنا إن شن بني أنا شن تير أيولا يا عبد سواج شن تير بولي واسي غدا مرك عبد جيل حرا يوم اسي غدا بحرا الفاتح يعني قال لك سنة يا زوجه وآه وانت لم هرني يا زوج وأنك وحمير سنعي يا ولية وأنك أنت يعني تولي لي وعقدك يا شاهدان لا وقف ومخاتيا انت أسمى كم تكستنا وصيك الفرحمة يا ذا الشهود يا حوي يا نيا دان وار من صيغة صيغة وحوي وإيجاب يا قبول إيجاب يا قبول إيجاب وحوي ولي حق سكيمة ولقى هاي النساء أيوك ما لا يرى كبدا إلى جبلا بقولي قبول كنا وحوك ما لا زوج كبير النساء لك وحبور سنة يا حاجة سكي ما لا وان قلعي بورك يا أما نكاح لو ذا أردك السيغلاس قبول كي إجابة اللي إله له أيا وحي لي من شروط شروط وحاكمنا إن لو استعمال لفظك نكاحة هي لفظك تزويج أو شريعة لو استعمال شيء وإن أحد قال لو استعمال الفاتحة صار لو استعمال شرحه لبدا لفظه استعمال نكاح هي تزويج الله سبحانه وتعالى أمره فانكحوا ما طاب لكم من النساء وإله سبحانه وتعالى نكاح وقعك وليس نبي صلوات الله وسلامه عليه وعليه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج لبدا بركة
نكاح هي تزويج لبدا اري ايا صيغه لو استعمال الفاظ كليته يعني لو استعمال وين لبدا اي سو غلا ان ولي با شرط كليته وحا سي اه ان لا تصريحيو لا عديو او ولي عمر كبد غورينيو قفو سوك او غورينيو انو يرا زوجتك ايو نكحتك ايو وحي لم معنا وعويان وحي ايو فصل كولا وصومالي عنا دوكو ميرين وامي قد وقو بوري وقو بوري ايو وانو هدو لا كيلا هدو الفات كريتو يعني عمو كريلا وقو سيي عمو وقو ضاي وحيا الله سبحانه ويمد الدين حالا ما يعني فعلا هاي ميسا وصريح كتهاي لفظي هاكور وقو بوري ايو taasi waxa weeyaan waa xagga siiqada shuruudeeda waxa ka siimida inay labadan arrimood ay xiriiraan oo weligu marku yidhaahdo waa guri gabadhi iyo marka uu aqbalayo soo jugo waa inay xiriiraan wax faasila hadduu soo jugi yidhaahdo mid ayadoo shaahidin meel bahaati iyo wixii joogaa oo gabadha ayaa gabadhi ayaa ku guuriyey oo sheeko la siiqo leska sheekaysta cabbaan سوتي انتو سنه اقبل هذا واش ما كان هو يعني اهلي دي سامش كما حس مر هو اسي كد هذا اقبل سوتي اقبل كاس ما سبحانه هاي اللي كان يعني هو يعني اهلي هو اقبل اهلي لي ايوه قبل تاسمه هو اسي قال واس دا سو عين كاس يا لو الى الى يا او شروط يا راجماس هيا كان ركني على بعض زوجته سوجدا يدا لو شرط با لو شرط شرط يكو واحد وحا هو يخلوها من من موانع النكاح وان هي كم مرنت هي وحياتي النكاح هو استاغلها هي ابو ديدين لو غوسد وان هي كم مرنت او هي لا دور كديني كرو في المحاكم ده وحا كم من نمون كرا ان هي نكان كحرامت هي لو غورين او نصب اما رضاع اما سمساهره اما وحيابها لم يتكاد يوحى عرام هاي يسروا بنانا بإنه بوسده وامانع وعاكلوا مانع نقول كرا إنا اسمك لكو تفتو وننك لا يتر اسمي زي كو تفتو ننك لأو قوو ايا كمين نقول كرا سيكا سباها توعى لدون ايا نوين تاسي إنا يموانع ديونا كمارم هاي وي أصوبتو إنك لأو شرطي كانت انا وحا وهي انك معينه قفله يقانو معينه واحد ان قضيه قضيه شرط من هذا الى لبن انه بين تاعين قولي يا بلايا لبن من كم كان يا قولي يا بلايا لبن من بيت كود بان يا دو مركا وحا وهي ان اي داس ما سبحانس هاي اللي بدها هاي بدها وحا لو غوري انا ماي ان اما وحو يري waa noqon saarintan aan sheegayaa imaanka oo labada dood buleeya markaas inuu wuxuu ku yiri gabdhaha ay mid ka midaan buu buuri waa saas tukaan ku falday wuxuu yiri gabdhaha ay mid ka midaan buu buuri gabadha hadda waa tee waa inay qaano la garanayo taasa waxa ay noqon saar markaa rukniga saddexaad waxa weeyaan waa azawj waa zawji mid wax guursanaya asaguna arkaan buu leeyahay asaguna wuxuu leeyahay shuruud shuruudiisa waxaa ka mid ah een inuu yahay nin ay u banaan tahay haweentaas inuu guursado gabadha aan guursado mid ay u banaan tahay waa inuu yahay hadisna u banaanay inuu gabadhaas guursadaba oo isaga kale xaaraan uga tahay guurkaasi ma soconayo een arrinta labaad oo ayaduna shardi kale taa waxay tahay sidii gabadhi oo kale inuu yahay sawtku mucayin qof la yaqaano waa inuu yahay haduu ilaada labadii naan mid kood amarankii naan meesha jooga mid kood baan gabadha u guuriyey wax soconaya maaha waa inuu cayimo oo hebel waa inuu yahay shardi kaleeto oo saddexaad waa inuusan muxrim ahayn yacni xaj waa inuusan xirayn
إن حج طيب وحج فريعة الكاهس مع صحيح النبي صلى الله عليه وسلم وحيره لا ينكر المحرم ولا ينكر إنك محرم كأه وحج كثيرا وإحنا مقوليو لو منا ركني أفراد وولي ولي وحكورينه وهي أسمر شروط لي هاي شروط صوعة كم دا إسلام إنه مسلم هاي إن مسلمة وإلهي رسول سيدنا وإمام فعلى وقع يقال إن قال هي يعني ذات المسلمين تعالى وقع المسلمة لو ما نمكر ولي وعلى عدالة من عادلة هاي هدو فاسقي هاي ما انفلوا وقوح وربصا مينا عدالة سمنا شيء كبعا يسألوا إليس ويدعيس وعجب إذا شروط يساء البلوغ إنه يعني أنقال سمي أرضح يا ناس لما يروا لنا أنقال أسوى عويان وعمك فولين كان وعجب إذا عقل شروط يساء حكمتنا عقل الله من عقل الله وأنواله المبنى الدوالية ومجنونية ما شاء الله طبح حياة وعمك فولين كان الشرط يا شنانا وعويان وشاهدين لبدي مخاتي أجب ربح إليه شروط أقول بي يوكلا ayaa loo shartay waxa marka halkaas aan waayna sheego waligu inuu shart yahay inuu macnaha uu shart u yahay aqd zawaaj markii wax la guurinayo inay laga maarmaan tahay in wali la helo adillada ku soo aroortay oo ku saabsan yaa rabaa inaan ay ka sheego diyaale ay waxa marka misalada aan sheegayna hadda ayaa inta ku furanays adillada ولو شرط هي ومركي محل القولين أيوة إذا ما نان هاي ولي الله رح الله سبحانه وتعالى ولي هاي أو كتاب سكولي هاي وإذا طلبتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعبدوهن أن يكحن أزواجهن إذا تراضوا بينكم بالمعروف رب سبحانه وتعالى ولي نادر وينك فرطان وكذب أجشوا لي أي قالان هي عددوني فلا تعبدوهن هؤدي ديننا وكمل عيننا أن يكحن أزواجهن إن يكون سدا أزواج توضيح رجال وذا رجال كن أضان سدا هؤدي دين آيات المركة وحي دليل وطه ولو كنوا لك ما نعم فيها مركي عقد الزواج لهذه مركي وحلا قورنا إيه ولو وشرط وعند دليل وطه إلهي سبحانه وتعالى دتك أولياء لها أولياء الله الله مركاس ويقول فلا تعذرهن هودي ديننا عولا سبحانه وتعالى عدهين وحديد كرام إنه وحديد كرام وأي منعين كرام هذا وحديد كرام وهي أقلاد كرام هل قام رجوع عن صباح سيني آيات القرآن كما حينوت المامسة ولمؤمن شرط منها الناشط آيات كرام رب سبحانه وتعالى وقل إياه فانكحوهن بإذن أهلهن آياتاس رب سبحانه وتعالى وهو شيء وينك إلا قولني إنك أهل كودا فجعل سبحانه وتعالى إن الأولياء شرط في نكاحهم رب سبحانه وتعالى وهو شرط كأيجاي أو شرطي إن دتك وليالك أها إذا انقضوا أنه شرط يهي نكاح وينكس فدل على بطلان عدمه فدل على بطلان لعدمه عيار انت السنة يا سامركا هدي له وايو اذا كاس انه نكاح حسن كله اذا كان هدي له وايو اوضتك اها وليال هدي ابن وايان ويفصح وايان ان الكره يعقدك ايا ايا بتسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم وحوه لا نكاح إلا الولي نكاح مجره إلا ولي المهين حديث كاس إمام أحمد دارمي يا أبو داود يا ترمذي يا ابن ماجه يا غير طلبة ولي وأنا صحيح لا نكاح إلا الولي وحديث كان يقول بعد صلوات الله وسلامه عليه وح نكاح المسجلين أو دعين ولي الأنتس وعاكروا النبي صلى الله عليه وسلم لغوري إيه أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل صدق شيخ أيما النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو أنكسر
guursataa weligeed idankiisa la-aantiis nikaaxeedu waa baail nikaaxeedu waa baail nikaaxeedu waa baail. Imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi baa weeyey, tirmidi baa xadiidkaa saxiix yeeshay, culamo kalena way saxiix yeeshay. Marka xadiidkaasina nabigu salawaatullahi wasalaamu calayhi si adag wuxuu u tilmaamay haweentu hadday weligeed idankiisa dhinac marto oo idankiisa la-aantiis ay wax guursato nikaaxeedu uu baatil yahay ayuu nabigu aada arkay, weliba ku soo celiyay aad u soo celiyay. Waxaa lala wariyay nabiga salawaatullahi wasalaamu calayhi inuu yidhi xadiid kaleeto uu ku yidhi laa tuzawiju almar'atu almar'ata, haweeni haween kale ma guurin karto. Walaa tuzawiju almar'atu nafsaha, haweenka iyada isma guurin karto. Waxay u baahan tahay weli haween haween kale ma guurin karto, ayadaba isma guurin karto. Fa ina zaaniyata hiya alatii tuzawiju nafsaha, haweenta zaaniyada ah oo faaxishada iyo zinada suubisaay waa midda nafteeda meerisaa, yacni haweentii nafteeda ayada isguurisaa, waa haween zaaniyada uu nabigu ku tilmaamay salawaatullahi wasalaamu calayh. Ibnu maaja iyo Daarqutni ayaa xadiidkaasina wariyay. Waxaa kaleeto oo la wariyay Cikrima ibnu Khaalid ayaa wuxuu yidhi jamacat addariiqu rahban, xilligana waxay ahayd xilligii Cumar ibn Khadaab radiallahu tacaala canhu uu hayay khilaafada. Marka wuxuu yihi waddadaa waxaa isugu yimid dad socota ah, baa wadda isugu yimid oo waddada isla qaaday. Fa jacalat imra'atun minhunna, haweeni ayaakay ka mid a oo weliba sayib oo garoob ah ayaa amrahaa amarkeedii waxay yeeshay biyadi rajulin, nin gacantiis nin bay amarkeedu dhiibato, waxay tidhahdaa iyo muslim ninkaasoo kayra weliyin aan weli ahayn nim aan weli u ahayn ayay waxay tidhi adigaa waxaad iga tahay mas-uul oo arrinteedii aad u dhiibatay. Faankaxaha markaasuu ninka la guuriyay, socotaa la ahaa waddaa la hayay, haweenbaa waxay tidhi nin waxay ku tidhahdaa mas-uuliga, ninkaasina weli uma ahayn. Markaasuu ninku guuriyay. Fabalaga dalika cumar, arrintii waxay gaartay cumar bin khadaab radiallahu canhu oo khaliifka muminiinta ah. Fajalada naakixa waalmunkixa waradda nikaaxaha, cumar markaa arrintii muxuu ku sameeyey labadii nin kii wax guursaday iyo kii u guuriyay uu jaa nikaaxiina wuxuu ka dhigay baatil, waxaan waxba ka jirin waa waarid. Arrintaas imaamu shaafici baa wariyey, Daarqutni sidaas oo kale ayuu u sheegay qowlkaas. Marka adiladaas aanu soo sardinay oo min alkitaabi waasunna ka mid a waxay inoo caddaynaysaa heerka uu joogo weligu markii laga hadlayo caqdi nikaax, waxay nusuustaasi noo tilmaamaysaa inoo caddaynaysaa inaan weli la-aan waxba ansaxayn, weli la-aan maysan waxba ansaxayn. Waxaan rabaa inaan ku sii daro oo sii raaciyo bacda aqwaali culamaa, culamada qaar ka mid a waashooda ay masaladatan ka hadleen oo weliba a'imada shaaficiyada oo ugu horreeya imaamu shaafici raximahu llahu tacaala. Imaamu shaafici wuxuu yihi raximahu llahu tacaala fi kitaabihi rum laa yajuusu nikaaxu ilaa biwaliyin, nikaax ma bannaana oo ma ansaxayo ilaa weli in la helaa lamiya washaahiday cadli warida almanquuxati wannaaxi, in la helo weli iyo laga shaahido cadaalada iyo inay raalli yihiin gabadha la guurinayo iyo ka guursanayo inay raalli yihiin, intaa in laysla hela mooyaane wax nikaaxa hayaa ma jiro. Ruwaada shaaficiga ka warisan qaarkood baa waxay yidhahdeen sa'altu shaaficiya can nikaax, shaafici baan waxaan weydiiyey imaamu shaafici raximahu llahu tacaala ayaan waxaan weydiiyey nikaax, faqaala markaasuu wuxuu yidhi kullu nikaaxin bigayri waliyin fa huwa baatil, nikaax kasta oo aan weli lahayn waa baatil. Faqultu waxaan ihi malxujatu fi dalik, waxaan ku yidhi maxaa arrintaa daliil u ah. Imaamu shaafici markuu yidhi nikaax kaste oo aan weli lahayn waa baatil, yaa waxaa ihi wuxuu yidhi xujadu maxayd, daliilka arrintaa loo hayaay waa maxay? Qaala wuxuu yidhi axaadiisu saabita, xujada loo hayo iyo daliilka loo hayaay waa axaadiis aad oo sugan
وحديث أنا ذكر هذا حديث أنا ذكر هذا إني أي سؤال اللي شرع الإمام رحمه الله تعالى مركا وعدي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مسألة السلاس أي وعد الإمام ما وردي وكم إذا أي مدى شافعي وحكي في كتابه الحول الكبير مذهب الشافعي أن الولي الشرط في نكاحها مذهب الشافعي وحوية إن ولي الشرط هي قبل البنت هذا لا يصح العقد إلا به عقدك يبورنت مما أنصح يسوء إلا ولي إله لم وليس لها أن تفرد بالعقد على نفسها هو ينتحق مرها أن يأيض نفت هذا عقد هذا يتولد أيضا يسكن السوء وحق أنت أعمله سلاس أيوه وعلى أنت كهليساء كتاب لي الحول الكبير وما ولد به الإمام أبو إسحاق الشيرازي ومن أئمة الشافعية كم دعسوا في كتابه المهذب روحوا كويري باب فريد باب ما يصح به النكاح وعبا ويستيب وحا النكاح القواص مركز روحوا قبل أبي لا يصح النكاح إلا بوليين فإن عقدت المرأة لم يصح نكاح ما أصح إلا ولي إلا هذا هذا هو أنت نكاح إذا أنت ولدوا عبدهم عبد قاسي ما أصح الإمام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين له في رأسنا أكانت نكاح مرق ترينيه أما عقد نكاح أكانت سمرق ترينيه أيوه رغم أفراد الركض العاقدان العاقدان هو الموجب والقابل وهو الغابل وهو هو الزوج أو من ينوب عنه زوج كأمعد وكيل كأوان لها وقابل نكاح وأبلاه والموجب كان واجبين يا معناها محمد هذا عقدي لذا يعني هو الولي أو وكيله أما هو ولي أما هو وكيل كيس وأن ولي إلا أنا هو وكيل كيس إلا أنا ولا تشبه عبارة المرأة في النكاح هو ينطع عبارة النكاح ما أصبح يعني هو ينطع يلا أحبك ما لا ما يشعر تنوحي كل يوم كل هذا أيضا يوحي يا أبنى عاسل الولدية بس لكن عقدها أيضا حكم المنتج منهاج كان أمور الكويري كتاب منهاج كواتقانيين وعقوف أسرع ويفصل لا تزوج المرأة لا تزوج امرأة نفسها بإذن ولا غير إن هو النفط هذا مبوري كرت إذن يغير اسمه حتى هذا الله المرأة يسبوري مبوري كريس شارحة شرحي كتاب المنهاج كهو الخطيب الشربيني كتاب مبنى المحتاج وعوري أنت أسبوع أوي لقوله تعالى فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن آية صاحبة الدليل أبي وآية أوريه أسود دليل لي مرك وعوري أصبح دليل على اعتبار الولي آية عن وحا هو دليل كان وعى إن ولي لاعتبارنا إن ولي لاعتبارنا وولي يقول لك ما مارماني هاي أو شرطي هاي دليل كوعى وآية وإلا لما كان لعقله معنى هذين عارين تصاعر هين والودي ده الودي ده يا عارين تطلع معهم يا هتين هدول سووا له شرط هين ولا ما معه هين هم دي ذكر له هين هم سدي ذكر له بس هذا تيار وحامو قطوع عد ولا يا هين عيال الناس قطوع عيتها مسألة بس علماء الناس داس أي واحد إن بدر وأنا شيء أنا شيء كرينا ما كتب بدر وأنا ورق ده كان سووا له كرينا سداس وكلا أي يوم عطينا يا رب سداس ما كوا حويان نلقاه حكى عداتي أو إنه كجع بمسوس خاص يا قواش على المدى يدمانا إن تسنى يعني إن أنا كعب سحين ولي الآن كعب مسنى سحين ولي الآن بعد أسوأ كل سمة مسألة عن كور ربي مسألة عن مسافة لا تقولي تلك هي لا مسافة يوم يلا هنترجع يمسوه نكاح الماسح حايا لي واحد كم تهاي النكاح بلا ولي وأنا عدين له نسلم مثلا ناس ما أصحش نكاح أسي ما أصح بس إن واحد ربع إنا إن شاء الله كريت مثلا تن أريد تن نه مسافر وأهم تسكع على وراك طبعا كاسو ولا سوالف أخرى عادي قدرت كم مرة وأدون كم مرة يدين له ويجيبه سمعي الآن. دعنا كهي دعنا هذا كنوع دعنا هم أشرع الإسلام.
الإسلام خلاف صن مفاسدة هي تبعتوين كبا رأي هي ملايوني كوكياني وحيابها كي من وأمدوا أي لور يبتين إن شاء الله سبحانه وتعالى شيخ أيام الله ربي دونه ولو شيء دونه مثلا نوع عاصة أو دقن كحمى أو شرق الإسلام خلاف صن ومرضو رغم بدن باتشيني تشيني وحيابها بدن شريعة خلاف صن باتشيني تشيني ومرك العقيين بلن والأكتري لكن مثلا تنقوحي ولي بسول الأعلى هاي سبب باتشيني سببت أسبوع عوياً دخل الماء أيام سلالة دخل أهر قوذي وأفق واني وأوبان هيني ولادنا نفسه الجيدة وقادرية للإلالة مسوفية وقلس قويقة فالقاسة سلالة وحي سبوت حالو كيان إيسو حسياً محايقو هيان سلالة ويعني محاق لا يودني شنية وحا وين ولو يشري وحا وين مسالك يا تو انا مساله توحش قاع كل حين يا ايها الاسلامات مساله يا سبحا وين شريعه الاسلام هو سالته وشريعه الله سبحانه وتعالى وطلع قالي امه مصالح لها يا ويلي تسوى هاجاتين يا وشريعه سمح يا يوسف يا فضيله وهو يمرك مسألة لأسي هدي قوار لو يقولي قوار ما بيشن شوكته ولي نمبر أهم سيسا قدرت ولي قوم الله هواك مالي أبي هيرني ولا علي هيرني أبوك هيرني إن الله إلي تحصبات كلا أحوالك مالي لما بحي بصدر أمسي ولي قيد مو تشراي ومقيم ملف مو تشراي هذه ماشية الآدي لها أنا الصعوبة اللي بعته ده فجأة يلفظ وهذه الآدي هي صعوبة لك لك كل مية أي ولي بيتنا هذه ولي سيدة الروا شريعة الإسلام هو وحي بن عيسي إنه سلطان هو أصد معرفة نقضه وبوس ولي وقضه نجو صلوات الله والسلام عليه وكان حديث الويري فالسلطان ولي ملا ولي صدام قولي ولي قولي هاي عدي عن ولي هاي قفكي ولي قسي اللواي قولي ولي قيدي اللواي اما محام قول على ولي سورتقل نقوم ويرين لقاره او صعوبة يعني بعد تاي كتش في تقاريتان كيسا صدام قولي باصل القول ولي بهدي حتى صدام اللواي وصدام مسجلين دفتر ميشا تروا على الحلقة على العبد هاي انا يا الله انت فرسمي يعني ميشا جوار بقى شفت قبل يقول بيبانت نم بعثنا دوني وقبل يدو بوصلة طبعا هدين لي قال إنه ولي مريه مرك محمد وقومة هاي هو ماشا أتباعنا كما نسيسوما ضرورة هانا ضرورة هانا أيا عدين تاس لو يعني محانا لو بمي السودان كان شيئنا وحاوي والسودان المسلمين تقدم هاي استيمام موحي وانا ماشا حكمو وقتلين ايو أنا أنت أسمعك واحد أنت ضرورها ربنا يسيك ودي إصلاح الله مسلم واحد الواجب أول جيدي وسجلين بقى في وفي صلاة كمان أول جيد ما بتشي ما بعرف هم أول جيد أما سوولي واحد أول جيد واحد جاي ما الفرق بتشي وأي ورنا وقت هين أو يعني الحمد لله إن ما الله صفر جاريت كلا هيسلاوي على جيل من الكوب اللي رفته أما قفت أقول أنا يا فرس كاتو ما المرجع الفرس يسقط أما معاك لا أعود سهل أمر طوال مالين يا كسي من نص عنا يوم ورباتنا كتشفتو هل كامل كتشيو أي واحد يقول بل عن انتي حلق ليت هلونا تعسى واحد ولا هنا يسان مركا هذا أي الله فتير أي يسان سعوني محايا لي مواصلات في إيو حريضات في إيو حتى صفر في إيو سهلنا الوحل مؤسبة وعليك التميش أول ويقوال 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 داي ونباتنا يكي مانيسي هذا دقيقة لكم من يكتك استطلاح بها أما سكرة تنا تقول لي سوحرين كلا يتوى على زمين كتير سيها تقول لي بقوة يا أبوي بعدك وقف كلا تقول لي بقوة يا أبوي روعة وحويان عني تعس إني سوط رنو قطع إلى عيادة ويفضع تسوى لك سيكا سهاء عاتي شريعة الإسلام قبل يا أبوي بقوة يا أبوي بقوة
ولدي أمسكرة رؤوس وتجلوا أي أوحى لنائبها كان مضاء السلطان هذه السلطان اللي وايعدت له أهل الحل أهل الحل أهل العقد يجي حكم هذا قد يقوى مسألة دي هسعت مسألة هذا هي أنا أوحى أولي ولي واحد واجب سواء عثمان أو عقد ميسي تشوفه وحالي هي ولا تشوفه مقالة تشوفه عاوي بقى تصير يا وعي اللي يا جودة أنا قاعد أشوف ده والجاي هنا وشوف والجاي أنت هناك حنا ومال فقينه مال هرقينه أنت نعيل في النار نعم هل كان هو اللي بيشوف ما هو بيشوف عليه بيشوف سوما ها هي هي بلو سلطان مو بيشوف ما هي سلطان كي بيشوف هي هذا ما هو هي هي هوشي هذا هو استح محاكمة هذا النقطة أريد أقول رمضان ولا أحد من سنين مسكين قالوا لي يدي لواي ومير تشيل لواي ومحاكم إلى هذا أما ومير فوق تشيل وصل لواي قال لك رم واي إيه قبر ولي يدي ولا تشيل لواي وعاوي تغريا وقال لنا لابي قصوا مبين إنت لا أقول لك حيي ومير أهل بيدي قال لنا ولي بتشيل لواي أريد أسي وحا ولي وحيي لواي وحا أنا وحا فرصي وقع عم سميس وأنا أقول لك أنها هي وهي هي 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 هو هي 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 سبحانه وتعالى هي 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 سبحانه وتعالى هي 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 أنت هي 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 مركز الواحد سمعين بدي انت يمارين بواحد شيء عن كلامه بكتير بيجي بكلامه دي صور راعي كلامه كي بصور راعي ما كي صور بحسن تمشي أي شيء تقولي حق بدي ماشي كي صور راعي بكتير وحاول صور على إيه رأوك أن هو ملك بحنا الله سما أدو بواحد يعدين ما أنت أحد انت يمارين بفكت واحد أنا واحد ما كلام مثلا يا أحد ما كلام مثلا مركز يتنى النبي صلى الله عليه وسلم هو الشيء لما قال يهود إلى الله سبحانه وتعالى روح أحد لما حوارها أرجع يوم عام كل الله روح تولى لها مركز أي مركز لها حد لما يوحى إلى الله إلى السماء يا روح تولى لها حد لما هي وشيلة تشيلة وسوق جيم يمسد كده من العجز مثلا العجز ما عمله أنا ما برول ما من العجز ما عمله مركز النبي صلى الله عليه وسلم هو قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه يهود إلى العدس وأقول رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مرك إلى وكح على تلمي بروت حولها أي تلاليان والشيلة كذبنا ويكذا كذبنا فأكلوا ثمن هي كمان كنوع عاص وكلاتا وحول وحش الإسلام في السماء قرين يا سريسا بلا سبحانه وتعالى سريسا ولو يا كمان أولياء مجهور إنه حال يا ولوك يا مسلم ورد ولوك يا هاي وحل وايو أولي إنه بتشرو مركي تالقا لقاك حيو هالك اللي قيل يا بيش أمو اللي قيل بتشرو يا عالي سيدا إلا تفري سنو لولا مسألة هي هاتما بينهما سيدا يوك لفقه لولا مسألة وبين المشرق والمغرب مقارضات كما كان نوع عاصر كلا إنت الإسلام كا يعني إنت الغمرو إيدت الوحان تنين الله شايفو أريد أسعى صح ما أريد أسأل سحا معها سلا سوى إلى القوت واحد لو جبتا وحيا وها قدك على الوقع الحب الصلاة يعني سلاة الله قد إلينا سحت هاي وحالي لأ روحا ولي يلا بسو نغم تشري ولي يلا بسو نغم تشري وحشي باطل عديد أخذ كل رغمان وأيولي وكل رغمان باطل لمن يميوك بحي أنس ويديني ما تقول لي شيء لي انت اصلا مصور لي وانت انت اصلا مصور لي وانا ما شيء حق الموضوع ولا بعد الموضوع ان واحد مصور له واحد انا سخموي وحاس بك واحد ترى ما دي مصور لي شيء هذه كلام شيء بدو بعد فيها وبعد صلى على الاسلام قد بعد كده تو بعد ايه وحيا ما تقول له شيء شيء هو حكم ده ضد برنبع كل شيء ضد كاس المحاين القضيه أنت أسمع أولي علماء الإسلام وقتها لأن كتبت هذا أو حكس ورين هي غير كون واحد أيام نكاح مع عاصف رأى
نكاح بلا ولي نكاح فاسد نكاح حبه نكاح فاسد وحيالها كانت تبيع عمر الواشي نبا هوين وسلي نكاح فاسد وسلي نكاح فاسد كا اظن نكاح ولدي وكوست معه او يعني نعمل الاطلاق القرار قلت اسوي وزاني هذا تبيع لوران ماي وحكي وكذا ما دام اذا شوبه يكتب هوين تقول نير بيارنس نير بكو يارنس اللي فرت جاني هو يعني عم بقول على اسم علي أو بنا يستاهل المهم ليش أنا أصلا نفس الكود ولا ليشين يا نكاح النكاح هو نكاح فاسد لو رن ما يمكن وازن يستاهل المهم كل شيء ولد سنة ويرضي ما يبغى هو حس ما هم تدفع على يا من بدك يبغى واحد من أساسي هو حس ما قبلنا نقتص لكن هو علينا نكاح هني وفاسد العلماء سألوا شيئين أنك حاضر نكاح نكاح بلا ولي لا يس وأنا فاسد ويا حكام وفاسد كأن الإنسان كذا ناس وحنا واجب الوضع كل كاتي هاي كل جيو هاي النكاح المانسي وهذا هو أدين راس مركو أساس وحنا ما لين يوقت إنه سر روي هاي شيء عربي نعم كورة شيء عربي نعم كتر وحي الله نصائح نصائح راس وحنا نصيحة هاي يا ترك عادي تكون كل كله أيوة رجال قليل ولا لا صوت الماوي ترك أن يرد على قارئي ده هو قارئ شغل استعماله حياة قبلها لا بحي لفت ولا وين وين قبلها لا ولي جاه يعني كوه لا بحي با سكوا قوم إن شاء الله قل يا مولاي هذا لا أرضى يوسف حق يوم يوم يسني قل يوم أريد تنمي بعد التهاي وايو يعني وانا وعد وانا حقيقي وانا عطيه دكتين وبيتك انا واشي انا واحد انا تهالي توش رجب ظن علماء ايا وحي اعلامي انا وكل واقع موش كتن الا توشي رجع سيما كما اعتين هذه التاس لكن انت هو حرام ما هي وحال الله ولا هو وضعك لي صاحب الله انا اللي يسكت حال وشيان سيدي علي وقنع النهاية مثلا لا سيدي وقنع النهاية انا يسكت حال وشيان قل يا الله وعاويان قل يا أيوه أهل تطن شخصك أكتين أو قاري يا بسارة إنك أنت قاري يا بسارة قول أحد بسوء ميريني إنك أصبر وعاوي وقل يا أهل شخصك أكتين وعلينا قل يا أس إلهي سبحانه وتعالى قبر رب سبحانه وتعالى كعصر ولوقتهاي قولنا أبيل وشوقه ومقاله وحالك وكوياي ورغم أنت كحيس ملقي سنة دولي من نقوني سادت المرء وحي على استماشي أو حولها ماشى كقاعدتين وحي سقمون يساعد بأموال الناس بالباطل ذاتك حوليس أو أموال الفقاعة تيم النمائس عند إله رب سبحانه وتعالى ذاتك حولها دي أو أموال كل استماشي أي نمائي تأسبت عن الله هاي خليها سلاحي أبا نبي صلوات الله وسلامه عليه ويري إن الروح القدس نفث في روحي أنه لن تستحي لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها نفنا لمن ما يسر جبريل روح يريش يا نبي يقول نفنا ليس لمن إلا يسر يا لعيدا ما يسرته فاتق الله وأجمل طلب نبي يقول إلهي كفا ما وضلت يا جاتية ما يشعر كده الإنسان حاجاتية حي رزق يا إلهي بمضل ومعاصي يا إلهي سبحانه وتعالى دم الأرض مركا وحى إلهي سبحانه وتعالى أتي سأل وما قال لا عادي سموه فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بداعته إلهي أكس وحا وحا ولا لا عادي سين إلهي لا أضيعه مركا دين تيوى الخلافتية شرع والخلافتية وحبكوا إلى المسل إلهي ورزق على رب السين أيه عرنت أسلها رو إلهي كبب أيان قول الله سنبه وليك اللي توحى تلا يوه أن دكاس أوش خشق يستنى عن هاي لكن هو الرغوذية وجدا كده يا الماء أنا عم بقول مالين يا وعو بضل إني تهاي إني إسلامي وبيح أنت لو إذا سووا دين أما محمد على هذه تبين نطق واسح مياه رضا ده في تمابات تبضل نطاس أي كور ده إذا هو أبن هاي يعني وعو هي المركة تاس وحاليه لها إلهي كبقى وقادنا أهل تطن إني تهين إلا جويدين يا رب سبحانه وتعالى ومدى عالدوكو إذا قد يا نيسا ومحمد على روح عروبة نيسان وقال نيسان يبنانين هين وحا اسمي يدك وبا بهب محمد على كتوابي وين دمعت ان هدي اسلمين هذا الرجال اول اللي
jirteen waa xaq hadda tiraadaan waa baatil amaa dadku idin aabayaan idinla yaabaan waxaad ka nusqaamaanna arrinta sidaa maa ilaahay subxaanahu watacaala darti haddaa xaqa u sheegteen waxba kaa nusqaamaya wax ku hagaaga mooye wax ku hagaaga maayo waxba kaa nusqaami mayaan marka xaqa inay caddeeyaan oo ilaahay subxaanahu watacaala darti ku caddeeyaan masaladaasna sida ay tahay ay u sheegaan ayadana waxa weeye waa arrintaan u dardaarna haddii lagu yidhaahdo yani maxaan ku yidhahdaa shay walba nayna inuu ka laabto xog yeelmayso shayga mar qofba marka wuu xaqa fahmaa ama ogaada shayga masaladaas ay xaq ku tahay qofku markii hore ayadoo ka qarsoomaa laga yaaba marka muu ogaan karo qolyaha dhalinyarada oo gawaarida wata ayagu dee waa waxay isleeyihin tan iska shaqaysanayaa ti maxaa idinka kaay hawshaan waxay tahay arrinta iyadana saa maaha taasina sidaas maaha waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala gaari uu siiyey xalaalaho aad lacagtaadi kala baxday oo xalaala ama xoogaaga aad kaga shaqaysanayso aad darawal ka tahay haddii aad markaa waxaad og tahay inaysan sax ahayn ama arrin aad og tahay inaysan bannaanayn aad kaga shaqaysatid oo lacag kaga raadsatid waxaa lagu gataa arrintaas ciqaabteena aan leedahay ugu xoolahana nabigu sala allahu calayhi wasalama wuxuu noo sheegay qof qiyaamada inuu iska dhaaqin aad xoolihiis laba su-aalo laga weydiiyey min ayna iktasaba huwa fiima anfaqa xaggee uu ka kasbaday markii hore xaggee uu isugu bixiyey labadaa su-aaloo kaa lagaa weydiine wuxuu kaloo nabigu sheegay sala allahu calayhi wasalama kullu laxmin wadamin nabata min suxtin fanaaru awlaa bihi hilib kaste iyo dhiig kaste oo xaaraan ku barbaaray ama ku koray naar baa owlo waa inay geyso waxaa ogaataa marka xoolaha aad qaadanaysa inay khatartaasi ka soo wajahan tahay ogow marka waxaan dhihi lahaa idinkuna joojiya ninayso qaadi hal weyan hadee labaa ciddii markaas ayagu doonaya inay arrimaha sameeyaan aabihii dhalay gabadha waxaa weyaan adar waxaan ku leenahay adigana gabadhaadii aada soo korsatay oo labaatanka sano aada soo korinayso ku tiinay tacbeeshay adoo caawa taalaa magaalada uga dirsada markii la kaxeeyo oo nin in eebeloo aad taqaanin eebelabadoo taqaanin oo magaalada kula jooga intuu gaariga la raacay kii watayna ma aha intuu gaariga la raacay oo meeshii la tegay uu yidhi markii halkaa uu joogo gabadhaan aabaheed waxba kama aha meeshii anaa weli ah anaa gabadhii mas-uulka anaa meherinayo hadhowna isla caawa intuu soo laabtay xoogaagiis intuu soo qaatay halkaan ugu keenay arrintaas waxa la aqbali karaa goormaa adiga halkaaga lagaa xilin mas-uuliyadda ilaahay subxaanahu watacaala uu ku saarayaa kaa qaa arrintaasi waxaa weye waa inaad ogaataa gabadhaada saad mas-uulka uga ahayd markay kula joogtay oo guriga kula joogtay marka meesha lagayay inadaa mas-uulka waa inaad ogaataa markay soo noqoto gacanta ku dhigoo qabso adaa mas-uulka haddaad rabtid oo ninkaan diintiisi iyo dhaqankiisi oo kula fiicnaado hadda waa siin karta haddaad rabtid haddaad rabtid halkaasa kala dara shareecada islaamka waddo kale oo lagu soo raaca male nimankaa xaataa digdigle qofku hadduu halkaas soo istaaga meelay maraan helimayaa waxay keenaan helimaya halka haddaa ula dhaqaadi gabadhaadi weyadaa mas-uulkaa cidina kaa maqaadi kartaas taa waa inaad ogaataa adu waa inaad ilaahay subxaana wa tacaala uga boqdo mas-uuliyadda ku saaran marna arrintaas aadan ogolaanin gabdhahana ayagana waxaan leeyahay waalidkii ku caasigaroobinina aabbahaaga ku badan kaa soo maray oo laga yaaba rafaadii silxi ku soo koriyey markii uu halkaa ku soo gaarsiiyey inaad dadaba maraysid in islaamadaada aqoon aminkaa kugu horeysaa in weli kuu noqdo yiraahdo weli baan kuu ahay inuu dhaho kuma ahee kumaba ahee inuu dhaho waa kuu ahay inuu yidhahdo warkaa u sheego wax saxa maaha waalidkaa iyo aabbahaa waa inaad ka dambaysa ninkaas aad raacday oo aminkaa lagugu soo meheliyey hadduu nin wanaagsan yahay nin fiican yahay waa inuu aabbahaa iyo waalidka iyo ixtiraamale u taga hadduu xataa u quuli waayo inuu u tago yidhahda gabadhaana doonaya hal laysiiyo adiga maqaybka kuu haya haddowse markuu intuu yani maxaan ku idhahdaa awalku wuxuu wareegaya waxaa laga yaabaa inuu wax kale ugu hoos jireen marku ayaama intuu hawshiisa qabsado kadibna maalinta beerkaa lala dhoobax adoo oo yaala abaa u tagaysa maxaa waaysa markii horaad ka amar qaadan weyday markii horaad daba martay maanta muxuu kuu qabanaya ayagana waxaa muqata inaa gabdhu waalidkooda ka dambeeyeen waxaana inay sidaa yihiin ha ogaadeen wax dana iyo wax maslaxadii min inaysan ku jirin ha ogaadeen maxaa ku dhadaa sharciga islaamka inay islaamka tahay waa inay la socdo hadda kadib marka gabadhii sidaas
وركاس انتو عدا ذي كذب او شاس الإسائي هاولاتو هذه انتو حبا حكيمة لا ايضا ما قلت قل يا وحبين لبحايا وانا من كاوة حبور سنة لاني يردو ربع ايقنا وحالا الهي سبحانه وتعالى كبا وعاقل وعاد كعب سنة سيد وضل وردك انتي سيئ وحوي دي سيد كي سيئ اي ما اتاكو الوريس وحا قدر وحا قدر مريد ريال نمبا تسيسا هذا تاينين معاها وجيدلة صح وريال مستنوى ريال نمبا تسيسا ريال كاينو كبنا اسمه وحا لو من اخر الكتر وحا ينبع الامون هادو كبنا اسمه محاو كفا ايلا لبعطونا يرى كعب ريسي اللي بتكا دم بيسا كيا بغا بدا ركلا هذا وكل اللي بوا كبنا اسا عند اول ما كنا اسا ما هذا اول عن قايسا وحا كوفي عم حوية انا الاتمال كبدان والكيا ابيل لا اعترافتي شأنا شرفتي إنا وديستي ومحاق ولا سلاء وتشيس وضي أشنا أديك بلا لو وديستو وأنا يوم استشر المري أيوة قل هذا أنا مفك هذا الدين يو أخلاق من البوتيدين وأنا لما نحن هذه تعصون حولك لي وحك لي تو روحين تعسنا وحاوليا وبردانك عن الله لي يا شيخ وفتي وكبوميي انت أسلم سوكو يا الله سبحانه وتعالى اللهم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم جزاكم الله خيرا الى ياتي حسن هذا كسر الشيخ خالد